وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. أرحب بك دكتور. وإذا كما تابعنا في الخبر هي نظرة إيجابية للإيكونومست حول وضع مناخ الاستثمار في مصر. كيف ترى الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لتسهيل ودعم المستثمرين مؤخرا؟ حضرتك أولا هي مجموعة إجراءات تم الإعلان عنها من المجلس الاستثمار، وأيضا كانت نتاج طبيعي للمعطلات والمشاكل التي كانت بتواجه المستثمر. الدولة المصرية حاليا بتحاول أنها تزيد ويكون هناك جاذب للاستثمار بشكل كبير، وتمكين القطاع الخاص وزيادة حجم القطاع في النشاط الاقتصادي. فكان لابد من وجود القرارات التي تهدف الى زياده هذا يعني حتى الاستثمارات الاجنبيه والعربيه وايضا المحليه. فجاءت هذه القرارات الدوليه لطلبات بشكل كبير جدا انها تساهم حتى خلال الفتره. نعم، من وجهة نظرك كيف اختلفت هذه الإجراءات والمبادرات عن سابقتها من مبادرات لتحفيز الاستثمار الخاص في مصر؟ هي كل مبادرة الهدف منها انها بتحاول ان تكون داعمة للقطاع الخاص، سواء كانت مبادرات قامت بها المركزي او مبادرات قامت بها الحكومة لدعم قطاعات بعينها زي القطاع الصناعي او القطاع السياحي في أزمة كوفيد-19. ولكن هذه المرة هي بتشتمل على كافة القطاعات. القطاعات التي تم الإعلان والإفصاح عنها وهي 22 الهدف منها إن أنا يكون هناك تسهيل إجراءات الوقت الذهبية فتح الاجتماعات الخاصة بالوقت الذهبية فقط هذا المقام، ولكن تشتمل على كافة المشروعات. نفس الحال في تسهيل إجراءات رد الضريبة وتسهيل إجراءات الإقامة الخاصة بالمستثمرين الأجانب والعرب. أشكرك دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، كنت معنا عبر الهاتف.